كل الشكر للزميل العزيز محمود ابو ركب اللي استمتعنا معاه باول 45 دقيقه او تحديدا الشوط الاول بين فريقي او منتخبي تونس وكرواتيا. شوط سلبي ولكنه لم يخلو من الاثاره والمتعه. تونس بتسجل هدف ولكن طبعا الحكم بيتم الرجوع الى الفار وبيلغي الهدف عشان تكون المتعه حاضره في استاد القاهره في اول 45 دقيقه. وبنامل ان شاء الله ان تستمر المتعه من خلال احداث الشوط الثاني ويكون في مجموعه من الاهداف باذن الله حاضره على ارضيه استاد القاهره سواء للمنتخب التونسي او للمنتخب الكرواتي. الحقيقه طبعا شفنا تشكيل المنتخب الكرواتي المليء والمدجج بالنجوم وسط غيابات اكيد ايضا للمنتخب التونسي في مقدمتهم علي معلول نجم النادي الاهلي ويوسف المساكني صاحب الارقام القياسيه بالنسبه للمنتخب التونسي. ولكن النتيجه السلبيه والاحصائيات امام حضراتكم سواء في الاستحواذ اللي مالت الكفه فيه الى المنتخب الكرواتي بنسبه 70% مقابل 30%، ولكن ده طبعا نظرا للغزاره في منطقه وسط الملعب بالنسبه للمنتخب الكرواتي اللي دايما بيميل الى تناقل الكرات. الحقيقه بنامل ان شاء الله من خلال احداث الشوط الثاني ان احنا نشوف مفاجات من حيث الاهداف. كل التمنيات اكيد بالنسبه لينا اكيد للمنتخب التونسي، ولكن حتى هذه اللحظه تونس بتفاجئ المنتخب الكرواتي.